اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. زي ما عودنا حضراتكم كل اسبوع بنقدم كل ما هو جديد وسر من اسرار الضيف معانا، والحمد لله لحد دلوقتي معانا ضيوف وكل مره بنستفاد من خبرتهم. النهارده الحلقه بتاعتي بجد مميزه عن اي حلقه تانية، هنتكلم فيها عن فرش العروسه. طبعا اي بيت في موجود معانا دلوقتي لازم يكون فيه عروسه على وش جواز، فطبعا بتبقى الام والعيله كلها محتاره، هنفرش ايه؟ هنجيب ايه؟ هنظبط ايه؟ طيب كم طقم صيني؟ كم كوبايات؟ كم كاسات؟ انا طبعا مش هقدر اتكلم ولا ادخل في اي حوار من ده، انا هسيب الموضوع دوت للاستاذه اللي معانا خبيره فرش العرايس والشقق استاذه منى. بس قبل ما ابدا حلقتي لازم ارحب بالاستاذه اسراء هارون في اولى حلقات برنامج اسرار الحياه. اهلا وسهلا استاذه اسراء. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ازيك يا استاذه منى؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. عرفينا بحضرتك. انا مدام منى لاشين خبيره الفرش، بفرش شقق العرايس. عندي قناه على اليوتيوب وعندي بيج على الفيسبوك وعندي جروب الحمد لله على الفيسبوك برضو. بفرش من حوالي 11 سنه. الموضوع بدأ معايا لسه كده حاجات بسيطة، مجاملات، كل الكلام ده، وبعد كده ربنا كرمني بحد اقترح عليا ان انا اشتغل في الموضوع، فالحمد لله اشتغلت فيه. قولي لنا بقى ابتديتي ازاي؟ بصي والله انا كنت دايما يكلموني تعالي عندنا حد هيتجوز، عندنا مثلا حد من قرايبنا محتاجين حد يفرش معانا يساعدنا. يعني دي هواية؟ هي بدأت هواية. بدأت هواية، بدأت ان انا ابتدي اعمل الاول في النيش بتاعي. مش انا اللي فرشت شقتي، بس ابتديت اظبط ده اعمل ده، لقيت الموضوع معايا شكله حلو، فلما الناس بقوا يشوفوا الحاجات اللي انا بعملها بقوا يطلبوني. بدأت من ايام الثورة بقى، بدأت ان انا يعني رحت بدأ مع حد. من 2011. بدأت من 2011، كنت برضو لسه ما اشتغلتش في الموضوع، فربنا كرمني بشوية بنات. طب ليه يا مدام منى ما تستغليش الموضوع يبقى شغل بالنسبه لك؟ طب ليه مثلا ما تعمليش بيدج على الفيسبوك وتعملي حاجات ليكي وده الموضوع ده هيبقى منتشر؟ فعلا عملت بنصيحتهم والحمد لله، وبدات وزي ما انتم شايفين الحمد لله بقى اسمي معروف على السوشيال ميديا. الحمد لله. الحمد لله. في افراد معينه بتشتغل معاكي؟ يعني انت بداتي لوحدك، بعد كده اكيد في افراد من الفريق بيشتغل معاكي، ما بتروحيش لوحدك؟ والله انا لحد فتره قريبه جدا كنت بشتغل لوحدي، لان انا اساسا مش متفرغه للشغل ده، الشغل ده بالنسبه لي هوايه واخداه كده حب. لكن انا اصلا عندي شغل اساسي الصبح، فلما ابتديت ربنا يكرمني ويوسع عليا ابتديت ان انا جبت مساعده ليا ومعايا حد كده برضو بيساعدني. تمام. غيرها هو المجال ده فيه تطورات يعني وكده؟ بصي هو طبعا المجال فيه تطورات، بالنسبه لان انا الاول ما كنتش بعمل الحاجات اللي انا هوريها لكم النهارده دي. كنت الحكايه كلها ان انا بروح افرش. الحاجات الجميله ما شاء الله. ما كنتش. حضرتك انت اللي عاملاها طبعا. انا كل الحاجات دي انا اللي عاملاها. يدوي؟ دي كلها حاجات يدويه اهي احنا جايبينها وهنشتغل وهنوريهم العرايس دي بتتعمل ازاي. دي بتيجي جاهزه كده والحاجات دي كده اهي، لان انتوا عارفين عشان اشتري فوطه معمول فيها تطريز زي كده او الحاجات دي فعلا بتبقى غاليه جدا. فاحنا هنقول لا، احنا هنمنع غلاء الاسعار وهنحاول ان احنا نشجع بعض. تمام. الحاجات دي اسعارها مش غاليه. العروسه لو هتجيب العروسه لو هتجيب حاجات بسيطه وتعملها في اي فوطه عندها وتستخدمها كديكور هيخلي شكل الدولاب بتاعها. لكن استعمال مش هينفع. لا هتستخدم، بس برضو بصي دايما معروف ان الفوطه دي ليها وشين، وش قصيفه ووش قطن. فدايما الحاجات القصيفه دي مش بتنشف، لا احنا بنستخدم ده. فاحنا ممكن نستخدمها دي حاجات ثابته، يعني فوطه زي دي كده. انا الحاجات دي حضرتك اللي ملزقاها؟ انا اللي لازقاها وانا اللي عاملاها كده، مش بتطلع في الغسيل. سهل جدا العروسه تستخدمها من الناحيه دي، الناحيه القطن. فلا جداً. تاخدها تعمل بيها شكل في الدولاب. يعني عندها يعني حضرتك ان ممكن يجيبوا الفوط دي الساده عادي؟ مش لازم يجيبوها بالتطريز؟ لا لا. وحضرتك اللي بتلزقها؟ وانا بلزقها، انا ببقى واخده اوريدي معايا الحاجات دي. والله هي عندها امكانيه ان احنا نحط سعر التكلفه بتاعت الحاجه دي. تمام، مفيش، انا بحاول على قد ما اقدر. اللي ملاحظاه برضو يا استاذه اسراء ان كان على ايامنا زمان ما كانش فيه الحاجات ديت. يعني لا ما كانش فيه التطريز. كان الحاجات اللي هي السيمبل اللي محطوطه، كل مدى ما بيطلعوا حاجات جديده، كل مدى حاجه العروسه ديت بتفتح مبالغ رهيبه، بتفتح مبالغ كتير جدا. يعني برضو انا ملاحظه ان الحاجات يعني التكلفه بتاعتها مش هتعدي المبالغ اللي زي في السوق. لا لا، هي في الاخر احنا احنا ممكن نجيب فوطه زي دي ساده خالص اهي، نجيبها ما فيهاش اي مشكله واحنا نبتدي نعملها كده.
تمام. هنبتدي بصوا يعني حتى انا هوردي للعرايس كده اهي الفوطه اهي. بس الكاميرا تيجي على الاستاذ عشان تبين لهم بس ازاي يعملوها. تمام اهي الفوطه بقسمها نصين وبجيبها كده هقسمها تاني على ثلاثه اهي تمام. وابتدي بطريقه سهله جدا ابرمها كده. تمام اهي تمام. مش هتاخد مكان كمان. ولا هتاخد مكان. بتاخدي كام فرد في الفرش؟ بصي انا دايما حته ان انا احدد الناس اللي تيجي في الفرش دي ما اقدرش اتكلم فيها خالص. تمام. انا ليا مبدا ده بيتهم ودي فرحتهم وانا ما اقدرش اتحكم فيها. انا لا دايما قصدي في الفريق هقول لحضرتك فريقي انا معيش غير واحده مساعده ليا وفي حد تاني لما بحتاجه بجيبه ما بحتاجوش بخليه. يعني حضرتك ممكن تقدري تقومي انا معايا مساعده واحده فقط لغير. انا كنت بقوم الاول بالشقه لوحدي. انا ما بداتش بتاخد معاكي قد ايه؟ هو يوم واحد ان شاء الله. يوم واحد؟ يوم واحد. احنا عشان نفرش فرش عروسه احنا بنجيب الاهل والاصدقاء والحبايب. في مثل دايما بيقول كتر التكرار بيعلم الشطار. انا عشان بقالي كام سنه هاجي ارص النيش ده خبيره برضه في ساعه زمن. طيب استاذه منى لو انا مثلا عايز اجيب حضرتك انت مثلا والمساعده بتاعتي بس انا مش عايزاكي تفرشي الشقه كلها، انا عايزاكي بس النيش واوضه النوم طبعا. اهم حاجه ممكن طبعا المطبخ ده حط يلا اي حاجه بس هم اللي بيبقى ظاهر قوي استاذه منى النيش واوضه النوم بتاعت العروسه ممكن. طبعا ممكن. ولو هي عايزاني اعمل لها نيش بس عادي جدا بروح اعمله لها ولو حتى في اي محافظه ما بترفضيش. ما عنديش اي مشكله. انا دايما بحدد سعر ال بحسب انا هفرش النيش ده بكذا وبقول لها انا ان شاء الله باذن الله مواصلاتي كذا عشان كل مكان بيختلف بس واروح اعمل لها النيش وارجع في ساعتين زمان. حتى لو حضرتك بتسافري بقى محافظات وكده انا الحمد لله يعني حد طلبك بتروح بفرش في كل محافظات الجمهوريه الحمد لله. فرشت كذا مره في الصعيد فرشت في بحري الحمد لله. بالنسبه بقى احنا الشغل دلوقتي بيتعرض على الشاشه ممكن حضرتك تعقبي عليه الشغل بتاع حضرتك. لا الشاشه اللي هنا يا فندم الشاشه اللي هنا دي كانت اوضه اطفال. تمام. الشقه دي كانت بتاعت لعيب كوره. لعيب كوره. لعيب كوره. الشقه دي تمام. عايزه اقول لكم انها اتفرشت في وقت الحظر ما كان بيخلص الساعه 5. يا نهار ابيض والله العظيم ده ضغط عليكي جدا. بس دي انا فرشتها في يومين عشان ما نبقاش برضو الشقه ده كان ديكور باب شقه ده ديكور برضو سرير اوضه نوم. بصوا انا دايما بعتمد على الحاجات الهاديه. ده الدولاب الاوضه بتاعت لعيب الكوره. ده نيش تاني. تمام. بصوا هنا الاوضه اهي زي ما قلت لكم انت فرشاها بملايتها كل حاجه كل حاجه كلها. انا بصوا انا اهل العروسه يبقوا موجودين بعد ما بفرش الدولاب هم ينظفوا ويعملوا ويخشوا يفرشوا السجاد والملايات. فرش المفرش ده مسؤوليتي وتظبيط كل حاجه يعني. كل حاجه انا اللي بعملها في الاخر بس يعني 3/4 الشقه تعتبر هي اللي بتعملها. انا هو الحاجه الوحيده بس اللي ما بعملهاش في الشقه هو التنظيف. ماليش علاقه بالتنظيف خالص. لا ده التنظيف بيبقى سهل ده الدبكه كلها والشقه كله بيبقى هقول لك بيبقى سهل ليه لان انا دايما بعتمد على ان انا اتواصل مع العروسه قبل ما تودي العزايل. لازم اقول لها تعمل ايه وتسوي ايه لان انا بدخل الشقه ستايرها متعلقه شاشتها متعلقه كل حاجه فيها مخلصانه. ما ينفعش صنايعي يدخل وانا شغاله لان احنا محكومين بوقت معين. ما ينفعش. حلوه النقطه اللي انت قلتيها دي. طبعا لازم انسق مع العروسه اقول لها تعملي ايه وتسوي ايه قبل ما تودي عزالك خطوه بخطوه. حتى حاجاتها بتتحط في الشنط. والله طبعا وهي بتحط هدومها لازم اقول لها تحطي الشتوي في شنطه والصيفي في شنطه والحاجات الخاصه في شنطه. حضرتك بتقولي لها على التقسيمه اللي هي تقسيمها. ما هو ده كله بيساعدني في الفرش. ما بياخدش وقت معايا. امال انا ما باخدش وقت ليه؟ لان كل حاجه انا مرتباها كل حاجه مرتباها قبل ما تروحي. طبعا انا ببتدي دايما بالملايات هتقول الملايات يجيبوا الملايات طبعا تك تك خلص على طول الفوط. الشنط لو اتلخبطت افتحي الشنطه. لا دي مش الشنطه اللي بعديها. لا والموضوع ده يا جماعه هو هنا بقى الخبره وهنا الاستمراريه. انا ما كنتش بعمل كده الاول فلقيت حاجات بتعطلني عشان كده كنت الاول بفرش على يومين. تمام. بياخد وقت معايا. دلوقتي بقيت بسهل على نفسي كل حاجه. قولي لنا بقى يا استاذه منى هو النيش لازم يبقى موجود؟ انا شايفه ان دلوقتي النيش اصلا يعني في ناس كتير قوي ما بتحبش تحط نيش بتقول كفايه كده انا مش هحط نيش هجيب الحاجات اللي استخدمها بس. بصي احنا طلعنا على العاده ديت. طيب زي ما استاذه هند بتقول طلعنا على العاده دي. دلوقتي بقى في تفكير مختلف. لا انت ايه رايك في النيش؟ بصي انا رايي في النيش لانه بيتحط ما لو هتكلميني انا كشخص هقول لك النيش تمام هاتي نيش بس هاتي نيش على اساس واحد. ايه بقى اللي هو؟ استخدم اللي في النيش ما استخدمش النيش في الشقه على انه ديكور قطعه اثريه ما ينفعش اقرب منها. انت لو رحتي عملتي مثلا
كام سؤال لاي راجل وقلت له ايه علاقتك بالنيش يقول لك علاقتي بالنيش عصايه على النيش. وقفالي بعصايه على النيش، ما حدش بيقرب منه معروفه. وده فكر غلط جدا. طب معانا مداخله تليفونيه، معلش يا استاذه منى. اتفضلي. الو الو، السلام عليكم. مساء الخير يا استاذه شاديه. مساء الخير يا فندم. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام. منوره الاستوديو، منوره اسرار الحياه مع استاذه منى. منور بيكوا يا حبيبه قلبي. ألو. ومنور بمنى. يا رب يخليك. حابه اشكرها قوي، فرس اتسقت ليلى بنتي ما شاء الله. عايزه اقول لك ذوقها فوق الراقي جدا جدا جدا. وعايزه اقول لها وحشتيني جدا 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 يا منى. هي حبوبه واي بنت بتخش كانوا بيها. يا حبيبه قلبي دايما يا رب. حبيبتي تسلمي لي يا رب يا مدام شاديه، تسلمي لي. وحشتيني جدا 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 يا مدام. والله انت كمان وحشتيني قوي. والله مدام شاديه من احسن الناس اللي اتعاملت معاهم في حياتي. دايما تسلمي لي يا مدام شاديه. الله يخليك يا حبيبه قلبي. تسلمي يا رب. تسلمي يا رب. ايه رايك بقى في ذوقها في تصميماتها بقى وترتيبها للشقه؟ عايزه اقول لك انا هي عندي اصلا كنت متابعاها على الفيس، وعندي كذا حد يعني بيفرش الشقق وكده. بس عايزه اقول لك انا اول فيديو شفته ليها كانت فرشه شقه عروسه. تمام. انا لفت انتباهي حاجات كتير جدا جدا. كنت عامله مفاجاه ليلى بنتي. لا طبعا. واول ما عرفت على طول ان مدام منى هتفرش شقتها، عايزه اقول لك كانت هتتجنن من الفرحه. يا حبيبتي حبيبتي يا رب. يا حبيبتي بجد والله العظيم. واول بصراحه يا اول ما بتشوفيها بترتاحي لها نفسيا. لا انت هتقولي لي على استاذه منى. تسلمي يا رب. يا رب طبعا بترتاحي لها نفسيا جدا. اكيد اكيد. كانك بجد يعني حد من العيله قاعد معاكي. تسلمي. تهربي منه من اي حاجه بجد. احنا برضو تشرفنا باستاذه منى طبعا. جدا جدا. واقول لها من نجاح لنجاح دايما يا رب يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي يا رب. كل خير يا رب. شاكره جدا استاذه شاديه. نرجع لموضوعنا. طبعا احنا بنسمع كتير قوي عن البنات اللي بتبقى مقفره قوي في جهازها. انا عايزه يا ماما ثلاث قطقم صيني، انا عايزه يا ماما مش عارفه كاسات ايه، انا عايزه يا ماما ايه. يعني بصراحه خلصوا من هنا الدراسه كتير قوي. ثلاث يعني بجد كتير. لا وكتير فعلا وبتحصل وقدامنا. يعني بتخلص من هنا الدراسه وسبحان الله بتتجوز على طول. بالزبط. يعني الواحد ما بيشمش نفسه. ما بتلحقيش تاخدي من الدراسه للجواز مفيش. عايزين طبعا انت تنصحيهم بايه؟ يعني كل المشاهدين والبنات اللي شايفينا دلوقتي تنصحيهم بايه؟ قولي لنا قد ايه المفروض ان العروسه تجيب قد ايه جهاز؟ يعني قد ايه تجيب الصيني ولا ما تجيبوش اصلا؟ بالنسبه ان احنا بنحاول دلوقتي نوفر وبنعمل حاجات اقتصاديه. طبعا النصيحه دي بقى الاستاذه اسراء. احنا خلاص بقى احنا افترينا. بصي دايما هقول لاي بنت حابه انها تجهز نفسها، بصي في البيت اللي انت عايشه فيه الاول. شوفي انت بتستخدمي كام ملايه في الاسبوع. شوفي انت دولاب والدك ووالدتك فيه كام ملايه. شوفي انت مثلا لما تفتحي ست طقم سرير هتستخدميهم وهيستهلكوا في قد ايه. الاعداد الكتيره الاوفر اللي ملهاش لازمه. يعني انا اعرف ناس بتسيب لحد ما عيالها يتجوزوا حاجتها وتطلعها اصلا. هقول لكم الموضوع ده راجع ليه. الموضوع ده راجع لينا احنا كبشر. احنا دايما محدش يزعل من كلامي، دايما البنات بتبص لبعض. ده اساسي. طبعا ماشي. بنت خالتي جابت 20 طقم، لا انا لازم اجيب 25. وليه؟ بنت خالتي جابت طقم صيني لازم اجيب طقم صيني. لا يا جماعه، احنا في الاول وفي الاخر بنوصل في مرحله الفرش ان احنا نص الجهاز ممكن نلمه كله تحت السراير. ده كمان مهم جدا بعد كده في التنظيف وفي ترتيب البيت. لا الموضوع بيبقى اوفر قوي دلوقتي يا جماعه. الاسعار غليت جدا، ناخد بالاعداد المعقوله. انا دايما اقول لاي عروسه ما تزوديش عن من 12 طقم لحد 15 16. حلو جدا طبعا. طقم سرير، شوفي انت بس طلعي ست طقم في اول الجواز هتستخدميهم قد ايه. طبعا. وبعد كده طلعي كل فتره في اي مناسبه طلعي حاجه جديده. طبعا. نفس القصه في الملايات، نفس القصه في اطقم الحلل، نفس القصه في الكاسات وكل الكلام ده. الوسط بنستخدم. يعني احنا ما بنحبش نجيب الحاجات زياده عن اللزوم. عشان الاسعار وعشان الغلاء. حاجتك كمان شقتك دايما لازم تبقى رايقه، لازم تبقى بالك رايق وانت قاعده في شقتك. ما يبقاش شايله هم ده انا عندي تنظيف، انا ازاي هشيل كل الحاجات اللي تحت السرير دي، وازاي هشيل كل اللي فوق الدولاب ده. كل الكلام ده ما ينفعش ان احنا نعمله. أكيد. عشان كده دايما بنقول يا جماعه الاعداد المعقوله والمقبوله سهله جدا وهتبقى مريحاكي بقى وخير الامور الوسط. ايوه. بس لكن في الاول وفي الاخر كل واحد بيرجع لطبيعته. في عروسه تلاقي مامتها جايبه لها حاجات كتير جدا تقول لك بنتي وحدتي وفرحتي، ما اقدرش اقول لها اي حاجه. بس انا لما باجي افرش والله بحط على قد ما الاماكن بتاخد.
وحضرتك بتطلبي حاجات معينه في الفرش بتحتاجيها، بتطلبيها من العروسه او كده، ولا لا حضرتك أنا بتجيبي حاجتك؟ كل حاجه موجوده معايا وباخدها معايا شنطتي اللي متجهزه يعني كل حاجتي، كل الاكسسوارز اللي انا مستخدماها في الحاجات دي بتبقى معايا. قولي لنا بقى بتبداي منين؟ يعني بتبداي من اول باب الشقه؟ اه طبعا. وبعد كده بتخشي على جوه، بتعملي المطبخ، بتعملي ايه بالظبط؟ اول حاجه ببدا باوضه النوم، لان اوضه النوم دايما بتشيل يعتبر نص الفرش، بنشيل بقى بطاطين وهدوم وده وده، دي اوضه النوم. نبتدي باوضه النوم، نبتدي نخلص الدولاب، وبعد كده ندخل في الادراج ونظبط حاجه التسريحه. خلاص اوضه النوم خلصت، ندخل على اوضه منى. معانا استاذه امل، مداخلاتي كتيرة وحبايبي كتيرة. الو حبيبتي تسلميلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذه امل؟ انا ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي، نورتي اسرار الحياه. الله يبارك، شكرا، شكرا قوي. معانا استاذه منى، حضرتك ممكن تكلميها. استاذه منى حبيبتي. حبيبتي يا امل، الاحترام والذوق والاخلاق. حبيبتي تسلمي لي يا رب يا امل، تسلمي تسلمي يا رب. حبيبتي تسلمي لي يا رب. مدام امل من الناس اللي برضو قابلتهم في حياتي هم مره واحده. تمام. دي كانت ماما عريس وجايه تحجز معايا عشان افرش شقه ابنها. تمام. واول مره تحصل. تمام. يعني مامة العريس هي اللي طلبت ان انا افرش شقه ابنها. ما كانش في نصيب، بس ان شاء الله متعوضه في شقه ابنها. احنا مضطرين ناخد فاصل. مشاهدينا الكرام استنونا بعد الفاصل مع مفاجاه كبيره، مساعده استاذه منى هتشرفنا بعد الفاصل، انتظرونا. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام مع اصغر مساعده في فرش شقق العرايس. معانا ومعاكم البنوته الجميله جنى. اهلا وسهلا يا جنى. ازيك؟ عرفي نفسك كده للمشاهدين. انا اسمي جنى محمود. أهلا. سنه 5. أيوة. وبساعد ماما في الشغل. ماما تبقى ماما صح؟ طبعا احنا عارفين. طب بتساعديها ازاي بقى يا جنى؟ يعني ليه علاقه بالحاجات الصغننه، بالدراج، حاجة التسريحة كده. بتعرفي بقى تنظميها زي مامي؟ واضح ان هي وراثة. لا بتديها بقى المهنة عشان تواكب بقى بعد كده. ما شاء الله عليها مخها حلو وبيقبل بسرعة، وهي بتلقط مني بسرعة. بتاخديها معاك يا استاذة منى بقى؟ باخدها معايا لما ظروف الدراسة تسمح. وبتنجز. بتنجز. مش كسلية. بتنجز. يعني صبي كويس. بتنجز. بتعرفي بقى تحطي مثلا البرفن فين؟ الحاجات لا اللي مش انا اللي برش الحاجات، انا بفتح الحاجة احطها لماما في الدراج، هي بقى تيجي ترص. لا حلو جميل. لا تنفعي بعد كده يا جنى، هتبقي خلفت ماما بعد كده. ربنا يخليلك يا استاذه منى، ربنا يخليك. انت شغاله طبعا حضرتك على محافظه واحده، ولا بتروحي محافظات؟ الاسماعيليه، الاسكندريه، الصعيد. انا بفرش في كل محافظات مصر الحمد لله. فرشت في محافظات كتير جدا، وصلت لحد اسوان والحمد لله، الفضل لله. الحته دي انا متميزه فيها شويه. والحمد لله بفرش في المحافظات كلها. قولي لنا بقى الكم بيفرق معاكي في السعر؟ يعني انا مثلا جبت، هتفرشي معايا دولابين زي هتفرشي دولاب، او هتفرشي، بيفرق معاكي انا جايبه قد ايه في الجهاز؟ انا اولا ما اعرفش قبل ما اروح هي جايبه ايه. يعني الاعداد اللي هي جايباها انا ما اعرفش، فده ملوش علاقه بالسعر. لا ما بتساليش. اللي يفرق معايا عدد الغرف اللي هفرشها. انا دايما سعري موحد على اوضه نوم واطفال ونيش ومطبخ. تمام. ما مالكيش علاقه بقى بايه اللي جوه الفرش؟ لو زودت اوضه ضيوف وجايبه لها جهاز، هو هنا السعر بيزيد. السعر عندي بيختلف من محافظه لمحافظه على حسب بعد المسافه. محافظة زي أسوان السفر 14 ساعة رايح و14 ساعة راجع، غير محافظة جنبي ساعة زمن. هنا بيختلف السعر. أستاذة منى والله الوقت عدى بسرعة، احنا بنشكرك طبعا، واستاذة إسراء بتشكرك على الحلقة الجميلة ديت، ونتمنى من حضرتك كمان. نتمنى من حضرتك ان شاء الله مزيد من النجاح والتفوق وفي الظهور على اعلى الشاشات الفضائية ان شاء الله. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. طبعا في نهاية حلقتنا اذكر السادة المشاهدين، ونتمنى تكون حلقة كويسة، وانتظرونا غدا مع حلقة جديدة في أسرار الحياة.